فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يسوي الإمام الصف من مكانه أم أنه يتخلل الصفوف ويعدل المصلين؟ ينظر إلى الصفوف، فإذا رأى من يخل بالصف يكلمه، ولو يقول يا فلان، كما كان علي رضي الله عنه وغيره يقولون يا فلان، إذا رأوا واحد غافل عن تسوية الصف يسمونه باسمه، يا فلان تعدل، وينظر إليهم وهو في مكانه ولا يروح لما طرف الصف. أو نعم، بعض الصحابة كأبي بكر وعمر يوكلون واحد يروح للصفوف ويعدلها، فإذا وكل واحد ما يخالف، أما أنه يروح يغادر مكان الإمام ويروح، هذا لم يرد في الأثر. نعم.